اضافه التحلو بتاع النهارده في ميزه مستين كمان. اول ميزه ان هو سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، اسهل منه ما فيش. تاني ميزه ان انا ساعات بيفضل عندي بسكوت، بيفضل عندي كيك، بيفضل عندي دونتس، بيفضل يعني الكرونتس بتاع امبارح بقيته اللي هو اللي قلنا خليط من الدونتس والكرواسون اللي عملناه امبارح ده، انا هستعمل بواقي بتاعته ان اعمل صنف الحلو بتاع النهارده. فدي الميزه، انا عندي فضل من امبارح شويه حتى لو نشفوا سنه. ايوه يعني هقول لك تعملي فيه ايه لو الحاجه نشفت معاكي. هو ده طري مش ناشف، بس لو ناشف هقول لك تعملي ايه. هنقول للمقادير دلوقتي بتاعتنا، هو بودنج الفراوله والكريم تشيز. ممكن تحطي بسكوت عادي، ممكن تحطي بسكوت ماري، ممكن تحطي بسكوت اي بسكوت شاي بس ما يبقاش فيه شوكولاته، يبقى حاجه ايه ساده. ممكن تحطي سافويار اللي هو ليديز فينجر اللي هو صوابع القطه او ديل القطه مش عارفه بيقولوا له ايه، حاجه كده اللي هو السافويار. المهم اي نوع بسكوت عندك هينفع، اي نوع كيك ساده عندك هينفع، حتى لو كيك محشي فراوله هينفع. احنا في اول الحلقه ضربنا الفراوله، بصوا عملت الصوص ازاي، هو الصوص ده اللي انا عايزاه عشان كده ضربتها من بدري. ضربت الفراوله مع السكر والخل البلسمي في البلندر، خلاص دي الفحم اهو. بصوا ادي السمك طلع كده اهو، هو مش عايز يتحمر شويه كمان بس مش مشكله. وادي الفحمه اللي احنا عملناها عليه، يا ريت تجيبه لنا يا محمد. ايوه دي الفحمه اللي بالزيت، حطيناها في الزيت وهي بالطبق سخن بس، وحطيته علشان ريحه الفحم السمك ياخد ريحه الفحم. اوكي هنقول المقادير بتاعتنا بتاعت البودنج. باكوين بسكوت شاي او بواقي كيك، انا النهارده هستعمل بواقي الكورنتس بتاع امبارح. باكو كريم شانتيه مخفوق، يعني اجيب باكو كريم شانتيه باودر واضربه بميه ساقعه واحطه على جنب. 300 جرام جبنه كريم تشيز، ربع كوبايه سكر بودره، لا مش ربع كوبايه سكر بودره، هي اكتر يعني هتستعملي سكر بودره حسب الطعم، يعني انت بتحبي الحاجه مسكره دوقي طعم. انا بالنسبه لي هو نص هيبقى احسن، نص كوبايه سكر بودره لغايه لما تحسي ان طعم الكريم تشيز راح. المشكله اقول لكم في حاجه، الكريم تشيز ساعات بتبقى مايلد طعمها دلع، وساعات بتبقى مالحه سنه، المالحه سنه دي محتاجه ان انا ازود لها سكر بودره شويه. هستعمل فانيليا، كوبايتين فراوله، ثلاث معالق كبيره سكر ومعلقه خل بلسمي. الكوبايتين الفراوله والثلاث معالق كبيره سكر ومعلقه الخل البلسمي هم دول اللي انا ضربتهم في اول الحلقه بالبلندر وبالمنظر ده. هاجي اعمل ايه بقى؟ مفيش اسهل من كده. هجيب